السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتكم يا شباب؟ ان شاء الله بإذن الله رجعت لكم في الفيديو ده عشان نطبق الجزء العملي بتاع الجينوم اندكسنج والسام فايلز. تمام، انا كل اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هروح لجوجل وهكتب BWA. تمام، اللاينر هيتفتح لي الصفحة بتاع البرو ويلر اللاينر. طبعا هنج لي كان عامل له صفحة كاتب فيها اليوزر مانيوال وكاتب فيها حاجات كتير وكاتب فيها اللينك بتاع البيبر اللي انا اتفقت معاكم انها ما اتنشرتش. تمام، هو طبعا كان عامل اكتر من فيرجن من البي دبليو اي. في فيرجن مثلا هنا بيقول لك بي دبليو اي باك تراك، بي دبليو اي سوفت وير، بي دبليو اي ميم. تمام، فهو عامل اكتر من فيرجن، يعني هي الجوريزم واحده بس هو مطبقها باكتر من طريقه. مثلا بي دبليو اي ميم هدفه ان هو يعمل ميموري يوتيلايزيشن. تمام، هو نفس الكونسبت المعتمد على البرو ويلر ترانسفورميشن، بس طريقه الامبلمنتيشن بتاع الكود مختلفه على اساس ان انت لو عندك ميموري انف فانت مفيش مشكله، ما عندكش ريستريكشن، لكن لو انت عندك ميموري قليله فانت تستخدم الفيرجن بتاع البي دبليو اي ميم. تمام، هروح هنا هقول سوفت وير داونلود بيج، هلاقيه رفعه على السورس فورك. اوريدي الكود ده اوبن سورس، فاوريدي حضرتك تقدر تشوفه. الكود ده معمول بالسي، اخر فيرجن هنا اللي هو بي دبليو اي 0.7.17.r.bz2. تمام، هعمل داونلود للليتست فيرجن. تمام، وهضغط اوريدي حصل له هنا داونلود عندي. لو انا رحت هنا في الداونلودز، تمام، هلاقي bwa.7.17.r.bz2. طيب انا نقلت الملف ده جوه الدوكيومنتس bwa.7.17.r.bz2 عشان ابدا اشتغل عليه. هفتح التيرمينال هنا، هحاول ان انا اكبرها شويه عشان حضراتكم تشوفوا معايا. تمام، هروح للدوكيومنتس. تمام، انا كده دخلت جوه الدوكيومنتس. المفروض دلوقتي ان انا هعمل انزيب. انزيب بمعنى بصوا كده، لما تلاقي ملف دوت تار دوت بي زد 2 تعرف كده ان الملف ده مضغوط، وحتى هو الرمز على الماك هنا عامل لك اللي هو رمز السوسته ان الملف ده مضغوط، فانت فعليا محتاج تفك الضغط. تمام، دوت تار في اللينكس اللي هو التار اركايف، بمعنى انك بتحط ملفات كتيره جدا في اركايف واحد كانها في فولدر واحد، وبعدين عملت كومبرس للفولدر ده بايه؟ بالبي زد 2. تمام، فانا عشان افك الكومبريشن هنا، انا على فكره انا لو ضغطت عليه هيتفك، بس انا اوريدي عاوز اخليك فاميليار بايه؟ بالكوماند لاين. تمام، كل اللي هتعمله هتكتب امر تار، وبعدين هتكتب اكس معناها اكستراكت، في معناها فيربوز طلع لي مسجز وقول ان انت ايه اكستراكت كذا اكستراكت كذا اكستراكت كذا. اف ما تسالنيش عن كل فايل، يعني معناها لما هتنفذ الامر ده هتنفذ الامر على الفايلز كلهم. لو الفولدر ده او الاركايف ده او التار ده فيه اكتر من فولدر والريدي دول مضغوطين، فانت هتنفذ كل الاوامر دي على الفولدرز وعلى السب فولدرز without asking me. تمام، وبعدين جي ان هو هتعمل له دي كومبرس بالبي زد 2. تمام، الجي دي فور بي زد 2 دي كومبرس ليها. تمام، وبعدين هكتب اسم الملف. اسم الملف عندي انا لو انا خدته هنا سوري انا ضغطت عليه فتحته، بس انا اوريدي انا هعمل كده وهحاول ان انا اعمل له رينيم عشان اخد اسم الملف. كنترول سي او كوماند سي. تمام، هحاول ان انا هنا ادلته عشان ما يعمليش ويقول لي اوريدي موجود كده. تمام، منساش الأخيرة اللي هي دوت بي زد 2. هضغط هلاقي هنا عمل لي دي كومبرس، وطبعا ده الفيربوز اللي خلى كل الايه كل الحاجات تظهر على الشاشة. تمام، لو انا عملت ال اس هلاقي هنا ان انا عندي فولدر، اعتقد ان انا مش شايفاه. اهو معلش انا مش شايفاه، ما كنتش شايفاه. اهو بي دبليو اي 0.7.17. تمام، وده ده ده
ده الكمبرست فيرجن وده الانكمبرست فيرجن. تمام، كل اللي انا هعمله هعمل سي دي واخش جوه الملف اللي هو دي كومبرست. تمام، لو انا عملت ال اس هلاقي ملفات كتيره، الملفات دي بامتداد دوت اتش ودوت سي، معناها ان ده كود سي. تمام، لو هو دوت اتش ودوت سي بي بي يبقى معناها كده الكود ده معمول بالسي بلس بلس اوريدي. عشان اعمل بيلد للاكواد دي، بيلد وكومبايل للاكواد دي، فانا هستخدم الامر ميك وهستنى. هو بيعمل بيلد اهوت. تمام، هو كده خلص. عشان ابدا اتعامل مع البرنامج هعمل سي ال اس هنا او كلير، معلش عشان امسح الشاشه. تمام، عشان ابدا اتعامل مع البرنامج بصوا كده دوت باك سلاش بي دبليو اي اداني ايه؟ اداني بيقول لي الامر بي دبليو اي ده كوماند. تمام، اللي هو البرنامج وفي معاه سب كوماندز او اوامر. الاندكس اللي احنا اتعرفنا عليه في المحاضره اللي هو بيعمل جينوم اندكسنج، بي دبليو اي ميم اللي هو بي دبليو اي ميم الجوريثم، برضو بي دبليو اي لو كتبت جنبها بي دبليو اي اس دبليو اللي هو البي دبليو اي سوفت وير فور لونج كويريز. الراجل اللي عامل البي دبليو اي كل شويه عمال بيعدل عليه، فهو عامل فيرجن منه للشورت ريد وفي عامل فيرجن منه لللونج ريد. فالفيرجن بتاع اللونج ريد بي دبليو اي اس دبليو، يعني حضرتك هتكتب دوت باك سلاش بي دبليو اي وبعدين تكتب جنبها بي دبليو اي اس دبليو، يبقى ده اللي هو اللي بيتعامل مع اللونج ريدز. تمام، يبقى ده في الاول وفي الاخر انا كده سطبت البرنامج. هروح بقى اعمل حركه حلوه قوي، انا فعليا دلوقتي محتاجه داتا. تمام، طبعا الداتا زي ما اتفقت معاكم ان انا ممكن اروح لليو اس سي جينوم براوزر واخد منها الداتا، بس انا فعليا انا حاولت امبارح يعني ان انا اتعامل مع الداتا، الداتا تقيله ومش قادره تنزل على الجهاز عندي والانترنت مش مساعدني. فانا فعليا كنت مجربه داتا قبل كده في شغل الدكتوراه بتاعي، فانا انصحكم تروحوا للداتا دي تجربوا عليها. بصوا كده هروح هنا لجوجل برضو اكتب جي اي جي اي جينوم اسمبلي، جي اي جي اي اسمبلي. تمام، هي طالعه لي اصلا. تمام، اشوفها كده. بلاش تكتب اسمبلي، لازم تكتب جينوم عشان الاسمبلي ممكن تطلع حاجه تانية. تمام، طلعت لي اهي جي اي جي اي اكريتيكال ايفالويشن اوف جينوم اسمبليز، اعتقد ده هيفتح لي البيبر. تمام، فتح لي البيبر. انا بقى عاوزه الايه الداتا سيت، هو البيبر انكلودد جوه الداتا سيت. معلش انا رحت اللينك بتاع البيبر، في لينك اولاني اهو اللي هو جي اي جي اي على طول اضغط عليه. تمام، حلو، اتفتحت لي الصفحه. حضرتك هتروح للداتا سيت. تمام، وهتلاقي عندك اربع داتا سيت. الداتا سيت الاولانيه اس سيرايس، مش عارفه انطقها قوي. الداتا سيت الثانيه ار كذا، الداتا سيت الثالثه هيومن كروموسوم 14، والداتا سيت الرابعه بامبس. تمام، انا كل اللي انا عملته هنا ان انا هعمل داونلود للداتا سيت دي الاولانيه. الداتا سيت الاولانيه بصوا كده عدد الريدز 1,294,104، اعتقد ده ممكن تشتغل على الجهاز بتاعي. بصراحه انا جربت الداتا سيت الاولانيه والداتا سيت الثانيه. الداتا سيت الثالثه انا كنت محتاجه كلاستر كومبيوتنج، فانا اوريدي مش هعرف اتعامل معاها على الجهاز بتاعي. فستيل لو انت عاوز تلعب وتجرب بايدك ممكن الداتا سيت الاولانيه والداتا سيت الثانيه. فاستا كيو ريد فايل 1 وفاستا كيو ريد فايل 2 تعرف من الاخر انها بيرد اند ريد، وهو عامل لك الانسرت سايز ب 180 بيس بير.
تمام. فما ننساش، يبقى فعليا في الاول وفي الاخر كده عندي الريد الاولاني اهو والريد التاني اهو، الفايل الاولاني والفايل التاني، تمام. يبقى دول الريدز هتعمل لهم داونلود. بعدين تروح للداتا داونلود بيج. طب انا محتاجه ايه بقى دلوقتي؟ محتاجه في الاول وفي الاخر ريفرنس، ريفرنس للداتا سيت دي. فكل اللي انا انصحك حضرتك تعمله هتعمل داونلود للاسمبلي دوت تي جي زد. يبقى الاسمبلي دوت تي جي زد ده اسمبلي، اسمبلي للداتا سيت دي. معنى كلمه اسمبلي للداتا سيت دي معناها سكافولد وكونتج. ايه معنى كلمه سكافولد وكونتج؟ معناها ريفرنس. كلمه اسمبلي تعني ريفرنس، كلمه سيكوانسنج ريد تعني ريدز مش معمول لها اسمبلي. وطبعا حضراتكم انا اتفقت معاكم لان احنا اوريدي واخدين الكلام ده، احنا واخدين ان احنا السيكوانسنج ماشين بتطلع سيكوانسنج ريدز. قبل ما اعمل بروسيسنج على السيكوانسنج ريدز دي، ممكن ممكن اول اناليسز ان انا ممكن اعمل مابنج للسيكوانسنج ريدز دي لاي ريفرنس جينوم، او ان انا اخد السيكوانسنج ريدز دي واعمل لها اسمبلي، تمام. فانا اوريدي منزله الفايلين اصلا، عشان هم بصراحه خدوا يعني وقت عشان الانترنت عندي بعافيه شويه. فانا فعليا كل اللي انا هعمله دلوقتي لو رحت جوه للداونلود هلاقيني، بصوا كده fragment underscore 1 فاستا كيو، fragment underscore 2 فاستا كيو. يبقى ده الفاستا كيو الاولاني وده الفاستا كيو الثاني، والاسمبلي دوت تار اللي هو الاسمبلي فايل اللي موجود عندي. انا كل اللي انا عملته ان انا خدت الملفات دي اللي هو فاستا كيو وفاستا فراجمنت، سوري فراجمنت 1 وفراجمنت 2 واسمبلي دوت تار، وعملت لها كوبي بيست فين؟ في الملف بتاعي اللي هو بتاع البي دبليو اي 0.7.17 اللي انا كنت عامله له اكستراكت، اللي هو الملف بتاع السوفت وير. طبعا حد هيقول لي هو انا لازم اعمل كده؟ لا، هو انت ممكن حضرتك بتمرر المسار بتاع الفايلز دي، يعني مش شرط كل الملفات بتاع الداتا تنسخها في نفس الفولدر بتاع البرنامج. بس انا عامله كده عشان ما اقعدش اعمل المسار وانسى مش عارفه ايه. فانا في الاول في الاخر بستسهل الدنيا وبحط الكوبي لكل الداتا جوه الفولدر بتاع ايه، بتاع البرنامج. بس طبعا ده حاجه غلط، المفروض ان عادي ممكن الفولدرز بتاع الداتا تكون في ملف عادي والبرنامج يكون في ملف تاني خالص. وانا لما بمرر له بمرر له المسار بتاع الداتا كلها، المسار بتاع الداتا مثلا سي نقطتين مثلا سارة المتولي سلاش داونلود سلاش سلاش فاستا كيو فايل دوت فاستا كيو كده يعني. فبالتالي انا بمرر المسار كله. انا عشان انا كنت اوريدي مجهزة فولدر قبل كده، هلاحظ هنا كل اللي انا هعمله، اللي انا هياخد اهو هياخد اهو هياخد اهو وهعمل كوماند سي، تمام. اروح للدوكيومنتس، اروح للملف بتاعي وهنسخ جواه كنترول بي كوماند بي، تمام. هنزل تحت كده هلاقيني اهو فاستا كيو 1 سوري مش فاستا كيو 1 فراجمنت 1 دوت فاستا كيو، فراجمنت 2 دوت فاستا كيو، واسمبلي دوت تار. يبقى دول التلات ملفات، الفاستا كيو 1 والفاستا كيو 2 دول السيكونسنج ريدز، والاسمبلي دوت تار ده اللي هو عباره عن ايه، عن الريفرنس جينوم. بس ايه معنى كلمه برضو اسمبلي دوت تار؟ معناها كده كده ان الفايل ده كومبريسد هو كمان، يعني تار يعني archiving. يبقى انا في الاول وفي الاخر محتاجة ايه؟ محتاجة افك التار ده اللي هو محتاجة افك الarchiving بتاعه، محتاجة افك السوستة دي. طب هعملها ازاي؟ بنفس الطريقة، بصوا كده لو انا جيت هنا عملت ايه؟ اول حاجة هقول ls، لو انا عملت ls هنا هلاقي برضو ان انا عندي الفاستا كيو فايلز بتاعتي اهي، فراجمنت 1 دوت فاستا كيو، فراجمنت 2 دوت فاستا كيو، تمام. وهلاقي الاسمبلي دوت تار، الاسمبلي دوت تار. طيب عشان افكه هعمل تار، تمام، اكس في اف زي المره اللي فاتت، بس هشيل الجي عشان الجي كانت ايه، كانت للبي زد 2. وهكمل هنا واكتب، لقيته ايه، فك الاسمبلي، تمام. لو هروح للفايل الاصلي هنا
هطلع فوق على ايه ثواني عاوز اتاكد ان انا في نفس الملف. الاول انا عاوز اتاكد انا عملت له اكستراكت فين. هنا اللي اس ايوه قول هنا documents ماشي هو ده الملف بتاعي. معلش الكاميرا كانت مخبيه. تمام طيب اروح هنا اهو هفتحه هلاقي ABYSS ABYSS2 all path LG bombus 2 MSRCA وبعدين SGA وسوب سوب دي نوفو وفيلفيت. هما ايه دول؟ ABYSS ده assembler وال ABYSS2 ده assembler تاني وال all path LG ده assembler تالت. يعني الريفرنس جينوم ده موجود بأكتر من assembly algorithm. الـ ABYSS ده برنامج assembler عمل assembly للريدز دي وطلع ريفرنس جينوم. لو تلاحظوا هنا الجينوم دوت سي تي جي دوت فاستا ده معناها جينوم ريفرنس جينوم بس كونتج فايل. وهنا جينوم دوت سي دوت اس سي اف ده معناها جينوم بس سكافولد فايل. طبعا احنا عارفين الكونتج والسكافولد. الكونتج حصل له assembly الريدز حصل لها assembly وبعدين بقت كونتج وبعدين الكونتج حصل لها assembly وبقت سكافولد. ما ننساش يا شباب ما ننساش الكونتج والسكافولد. تمام طيب انا دايما الـ ABYSS2 ده assembler تاني برضو all path LG بتاع اعتقد ده بتاع ما لم اكن مخطئة يعني MIT ما لم اكن مخطئة. تمام Bombus 2 University of Maryland. تمام SGA ده اعتقد بتاع الامبل اعتقد او مش الامبل لا سينجر انستيتيوت. تمام المهم والسوق دي نوفو والفيلفت. تمام ابدا اشوف انا هختار اي ريفرنس من دول فانا هاخد الفيلفت. تمام المفروض هنا عندي الكونتج فايل وعندي السكافولد فايل فانا هشتغل على الايه على الكونتج فايل. خلاص انا هشتغل على الكونتج فايل مش السكافولد فايل. كل اللي انا هعمله ان انا هكوبي الكونتج فايل ده وهطلعه بره خالص بره الاسمبلي عشان يبقى عندي هنا. يبقى هنا طلعت الكونتج فايل سوري مش الكونتج هنا السكافولد فايل. انا هشتغل على السكافولد فايل مش الكونتج فايل ما ننساش. اشتغل على السكافولد فايل مش الكونتج فايل. تمام طيب كل اللي انا هعمله هنا ايه بقى؟ لو انا عملت هنا هبدا بقى استخدم الاكواد العاديه اللي احنا كنا قايلينها في المحاضره. ايه هي الاكواد العاديه اللي احنا كنا قايلينها في المحاضره؟ بي دبليو اي وبعدين اندكس. تمام عشان اعمل اندكسنج للريفرنس جينوم هنا الريفرنس بتاعي هيبقى كده. هقول جينوم دوت اس سي اف دوت فاست. تمام واعمل انتر. قال لي كوماند نوت فاوند. ايه الغلطه اللي انا غلطتها؟ ان انا ما حطيتش دوت وباك سلاش. فاكرين ان انا قلت ان انا طالما ده كود سي او سي بلس بلس فانا اوريدي هعمل دوت باك سلاش واكتب بي دبليو اي اندكس جينوم دوت اس سي اف دوت فاستا. تمام يبقى دوت باك سلاش بي دبليو اي وبعدين اندكس وبعدين اسم الريفرنس جينوم بتاعي. تمام هو عمل اندكسنج للريفرنس جينوم. طبعا هو عمله بسرعه اولا الالجوريثم اصلا ده efficient
فاوريدي هو عمله بسرعه. تانيا كمان حجم الجينوم صغير فما ننساش ده. تمام، بعدين هعمل ايه بقى؟ BWA. تمام، وهعمل ميم. تمام، وقلت بعد كده هعمل ايه؟ genome.csf.fast وبعدين الاول قبل ما اكمل معاكم تعالوا نروح نشوف الملف. شوفوا كده، ده الفولدر بتاعي اللي هو BWA. تمام، بصوا كده، شوفوا هنا genome.scf.fast، يبقى ده الريفرنس بتاعي. فاكرين لما انا قلت لكم عملية الاندكسنج ما بتطلعش ملف واحد، بتطلع اكتر من ملف، وكل الملفات دي بيبقى ليها البريفكس اللي هو نفس اسم الريفرنس جينوم. طبعا هنا الاول لو تلاحظوا هنا انا ما اديتلوش بريفكس، يعني هو اوتوماتيك فعليا هو كل اللي عمله ايه، هو عمل اندكسنج للجينوم باسم هو نفس اسم الريفرنس اللي هو genome.scf.fast، فاوتوماتيك هو عمل ايه، عمل اندكسنج باستخدام نفس اسم الريفرنس. طب الاندكسنج ده ما طلعش ملف واحد، شفته هنا genome.scf.fasta.pac genome.css.fasta.amp genome.scf.fasta.ann genome.sc.fasta.bwt genome.scs.fasta.sa. كل دي temporary، مش temporary files، كل دي بتمثل ملفات مهمة في عملية الاندكسنج. ففاكرين أنا في المحاضرة قلت إيه؟ أنا في المحاضرة قلت أنا كل اللي هعمله بقى في الخطوة بتاع الالاينمنت، الخطوة بتاع الالاينمنت، الخطوة اللي فوق دي خطوة الاندكسنج، الخطوة اللي فوق دي خطوة الاندكسنج. تمام، الخطوة اللي تحت بقى اللي هي خطوة الالاينمنت، بمعنى ايه؟ ان انا في الاول وفي الاخر همرر له الاندكسنج اللي اتبنى. فالاندكسنج اللي اتبنى ده اتبنى في اكتر من ملف، او اكتر من ملف مع بعضهم كلهم بيمثلوا له ايه؟ الاندكس فايل. طيب انا كل اللي هعمله ايه؟ بقول له كل الملفات اللي اسمها genome.scf.fasta، خد كل الملفات دي اللي هي تمثل لي ملفات الاندكسنج بتاع الجينوم، وكمان الريدز اللي هي فراج اندرسكور واحد دوت فاستا كيو وفراج اندرسكور اتنين دوت فاستا كيو. تمام، يبقى انا في الخطوه الاولانيه عملت اندكسنج، في الخطوه الثانيه انا بعمل ايه؟ الاينمنت او مابنج، عندي الجينوم اندكسنج اهو، وفي نفس الوقت عندي السيكونسنج ريد، ده الملف الاولاني وده الملف الثاني، لان دي بيرد اند ريد، واعمل ريدايركشن للاوتبوت يكون في ملف سام فايل هسميه results.sam. تمام، وهعمل انتر، هستنى. تمام، بحاول استنى معاكم. طبعا ما بالكوا ده جينوم صغير ودي اصلا عدد ريدز قليله، ما بالكوا بقى لو انا مستخدمه جينوم اكبر وعدد ريدز اكتر. دي الحاجه اللي احنا محتاجينها ان احنا نتعلم
الكلاود كومبيوتنج وهاو تو اكسس الكلاسترز، والداتا تكون موجوده على الكلاود وانا بخش سيشنز على الكلاود وبعمل اناليسز وبروسيسنج على سيرفرات. السيرفرات دي ليها كابابيلتي عاليه، ميموري، ديسك سبيس. ان شاء الله كده باذن الله هحاول برضو اعمل لكم سيشنز في الكلاود يعني. تمام، هو كده خلص وبيقول لي هو خد وقت قد ايه. تمام، طيب لو انا عملت ال اس هنا، ال اس هيقول لي الملفات. انا بس عاوزه اوصل لكم ان في ملف جنريتد باسم results دوت ثواني ممكن نروح هنا على طول اشوف هنا اهو ده الملف اسمه results.sam اهو results.sam. تمام، اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من التوتوريال دي، وباذن الله هحاول ان شاء الله اكمل معاكم في الديمو اللي بعد كده ازاي نعمل فيوينج للستام فايل وازاي نحولها لبام، وان شاء الله باذن الله هحاول برضو نعمل شويه اناليسس بسيطه ونفهم الدنيا ماشيه ازاي. اتمنى تكونوا بخير وبيسيف، وما تطلعوش من البيت، وذاكروا عشان الميد ترم. شكرا جزيلا.